بالنسبة لانسحاب أمريكا فمن العراق، هذا شأن أمريكي عراقي، يعني هم اتفقوا فيما بينهم على الانسحاب من العراق، وماذا سيجري ذلك من ردود فعل وتفاعلات لا نعلم كيف ستكون الأمور. وبالتالي يعني أعتقد أنه بالسرعة الممكنة لابد أن توضح العراق سياستها تجاه دول المنطقة حتى تستطيع أن تتجاوب مع دول المنطقة بشكل مطلوب. إحنا نتمنى أن يكون وضع العراق أن يستقر وأن يساوي بين مواطني العراق في الواجبات والمنافع، وأن لا يكون هناك فرق بين عراقي وعراقي، وأن تسير الأمور بالشكل الذي يكون العراق عامل استقرار وعامل وركيزة أمن للدول العربية بعد أن كان ركيزة دمار في المنطقة.